مرات ومرات كنا نقعد قدام شجرة الميلاد ونقول شجرة حلوة، ولا مرة يمكن حاولنا نسأل حالنا شو هي رموز الشجرة؟ ليش شجرة الميلاد؟ ليش منزينها؟ وهي أبعادها البيبلية والروحية واللاهوتية وحتى أبعادها بتقاليدنا وعاداتنا. حبيت أرجع أعمل بحث طويل حول شجرة الميلاد. بدي أقولكم إخوتي إنه شجرة الميلاد منلاقيها بثلاث مطارح أساسية. أولاً بسفر التكوين الفصل 2 الآيات 6 9 وطلوع مثلاً الفصل الثالث، وقت منحكي عن شجرة معرفة الخير والشر. نرجع منروح على آخر الكتاب المقدس، بآخر صفحة بالكتاب المقدس العهد الجديد مع سفر الرؤيا. وإذا أسقط الإنسان كلمة من سفر الحياة، أسقط الله اسمه من شجرة الحياة. وسألت حالي طب وين الشجرة بنص الكتاب المقدس؟ وعرفت أن الشجرة هي شجرة الصليب اللي تدل عليها أشهى عنقود، عنقود الخلاص، هالعنقود اللي عصرته روما، اللي عصرته الإيد الغاشمة. وأنا كمان بقلكن إذا بدنا نعرف من وين إجت فكرة شجرة الميلاد، هي شجرة معرفة الخير والشر، شجرة الصليب، وشجرة الحياة. ومن هون بتبلش كل القصة، من هون بتبلش قصة الميلاد. شجرة الميلاد هي الشجرة اللي أنا وياكن بدنا نحط عليها شوي وشوي بالحلقات اللي بدها تجي كل هالرموز الحلوة تنتأمل فيها ونقول نعم شجرة الحياة كمان بترمز للحياة، بترمز إلك، بترمز إلي. ويا هل ترى نحن كمان رح نزين قلوبنا تنستقبل طفل المغارة؟ الله معك.